يرجع تاريخ شارع المعز إلى عصر الخليفة الفاطمي المعز لدين الله عام 341 إلى 365 هجريا، وده كان بيوافق التاريخ الميلادي 953 إلى 975 ميلاديا، والذي حكم مصر في الفترة ما بين 358 إلى 365 هجريا، وده كان بيوافق التاريخ الميلادي أيضا 969 إلى 975 ميلاديا كأول الخلفاء الفاطميين لمصر. ويعد الشارع حاليا أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم وموقع تراثي فريد تم إدراجه على قائمة مواقع التراث العالمي في عام 1979 ميلاديا. تغيرت مسميات الشارع على مر العصور التاريخية حتى عرف بشارع المعز منذ عام 1937 ميلاديا تكريما له كمنشئ للقاهرة. ويمتد الشارع بين بابين من أسوار القاهرة القديمة من باب الفتوح شمالا حتى باب زويلة جنوبا، مرورا بعدة حارات وشوارع تاريخية عريقة، من أشهرها شارع أمير الجيوش، الدرب الأصفر، حارة برجوان، خان الخليلي والغورية. يضم الشارع مجموعة من أروع آثار مدينة القاهرة التي يصل عددها إلى 29 أثر تعكس انطباعا كاملا عن مصر الإسلامية في الفترة ما بين القرن العاشر حتى القرن التاسع عشر الميلادي، والتي تبدأ من العصر الفاطمي بمصر 358 إلى 567 هجريا و 969 إلى 1171 ميلاديا حتى عصر أسرة محمد علي. انتظروني في فيديو جديد، كان معاكم هيثم محمد. حفظ الله مصر وجعلها أمة عظمى بين الأمم.